يبحث عن البطاقة الحمراء تظهر على فيرساليكو الكرواتية الانذار الثاني بعد اول في تدخل في الدقائق الخمس الاولى ثانيات بعد خمس دقائق الدقائق العشر الاولى اوبلاك كرة في الجهة اليسرى لوكاس هرنانديز يسقط في ارضية الملعب المدرب دييغو سيميوني خلص عصب سيميوني وعصب على من على هذا الفرنسي المدرب كليمو توربو يطرد سيميوني المباراة تبدا بشكل منفعل بالنسبة لأتلتيكو مدريد بعد طرد اللاعب فيرسالي منطقة الجزاء لمسة بالجهة اليسرى عرضية تلاعب لكن لا زال يبحث عن آخر بانتظار الرد يأتي غريزمان الآن في منطقة الجزاء